الإنجليزي، هذا سعادة ممكن يحطها إلى يزن، وهي لموسى، هي لموسى، هي يا موسى، هي يا موسى، فرحنا يا موسى، طولت علينا. في الدقيقة 15 يظهر البدر الأردني وتظهر الأفراح الأردنية. في الدقيقة 15 في استاد عمان يأتي الهدف الأول، يأتي الفرحة الأولى عندما تقدم منتخب باكستان، وهذا ما كنا نبحث عنه. مباشرة تم قطع الكرة، أسيست من سعادة، وراسم السعادة التعمري يبحث وينظر ويفكر ويهيئ بيسارية قادمة من بلاد الشانزليزيه لتقول لجميع الأردنيين هذا هو الهدف الأول. يلا معاك معاك على طول،